أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان. راح أتكلم اليوم عن ثلاث أمور حاربها المسيح. طبعا المسيح رجل سلام، رجل المحبة، طبيعته حلوة جميلة مع كل الناس، كان متسامح عطوف جدا، يتحنن على الناس وكان يشفق. لكن في مجموعة اللي هي المتدينين، والمتدينين كان جزء منهم من الفريسيين والصدوقيين والكتبة إلى آخره، وحارب طبعا مظاهر التدين الخارجي بكل أشكاله وبكل أنواعه. لكن اليوم أنا عاوز أتأمل بثلاث أمور حاربها يسوع المسيح. أولا عدم الإيمان، فالمسيح حارب بشدة بشراسة عدم الإيمان. وبالحقيقة يعني هذا الشيء اللي كان يعني مكتوب عن يسوع مرتين، اتعجب لعدم الإيمان وتعجب لإيمان شخص آخر. اتعجب من عدم إيمان شعبه، مدينته، أهل الناصرة، مكتوب لم يستطع أن يعمل أو يفعل قوات كثيرة، يعني ما عملش معجزات كثير، مش لأنه مش قادر، لعدم الإيمان. عدم الإيمان. ومن ناحية تانية مش بس شعبه في الناصرة، رغم كل الأعمال، لما بتقرأ في إنجيل يوحنا التايتل تبعه إنجيل الإيمان، ومكتوب إنه لم يؤمن مرارا وتكرارا رغم كل الأعمال. والمسيح اتحداهم في موضوع الأعمال، حتى في إقامة إلعازر، إنه كانت آية واضحة أمام الجميع، المسيح أقام إلعازر كان ميت 4 أيام وأنتن، ولدرجة إنه اجتمع مجمع التشريعي الأعلى لليهود اللي هو مجمع السنهدرين، ويعني قالوا إنه هذا الشخص بيعمل آيات، وإن تركناه رح يؤمن الجميع به. تخيل المسيح عم بيتكلم برسالة إلهية، هن عم بيفكروا برسالة أرضية، رسالة سياسية، والخوف بتبعهم والإشكال بتبعهم إنه عم بيعمل معجزات كتيرة، وإذا تركناه الشعب كله رح يآمن فيه. طبعا كان خوفهم من السلطة الرومانية إنه يأخذوا أماكنهم ويعطوها لآخرين. عدم الإيمان رغم أنه شافوا قوات غير عادية، فتح العيون وإقامة الموتى. من ناحية تانية المسيح تعجب من إيمان قائد المئة جاء ليسوع وقال: لست مستحقا أن تدخل تحت سقفي، ولكن قل كلمة فيبرأ غلامي. وتعجب من إيمانه وقال لم يجد مثل هذا الإيمان أو مقدار هذا الإيمان في إسرائيل. ومرة تانية امرأة كنعانية فينيقية من نواحي صور وصيداء، المسيح تعجب من إيمانها، واللجاج اللي كانت عندها استطاعت أن تأخذ الجواب من يسوع المسيح لشفاء ابنتها من الأرواح أو من الروح النجس. وهذه قصة الكتاب المقدس. في العهد القديم الرب رفض الأغلبية، ماتوا في الصحراء لعدم الإيمان، ما عدا يشوع وكالب بن يفنة وكل الجيل الصغير من 20 سنة وما دون. فإذا الرب قال: حتى متى يهينني هذا الشعب، وحتى متى لا يصدقون الآيات عظيمة فعلها الرب أمامهم، ولم يقدروا أن يدخلوا إلى الراحة لعدم الإيمان. مكتوب: بدون إيمان لا يمكن إرضاؤه، ولكن ليطلب بإيمان غير مرتاب البتة. فالمسيح يتعامل مع عملة الإيمان، قال: ومهما طلبتم حينما تصلون فآمنوا أن تنالوه فيكون لكم. صل اليوم، قل له: يا رب زد إيماني، أعن ضعف إيماني، افتح عيني وقلبي حتى أشوفك بالإيمان. المشكلة الثانية اللي حاربها يسوع المسيح خطية الرياء.
شو يعني الرياء؟ الرياء تعني باللغة الأصلية ممثل، الشخص اللي بيقوم وبيلعب أكثر من دور، بيلعب أدوار. وهنا المسيح حارب مظاهر التدين الخارجي، كان بالنسبة لهؤلاء المتدينين يعني يحافظوا على السبت من أنه يحافظوا على نفس أنقذها يسوع المسيح. وحاربهم يعني بيتكلم لإلهم، يعني مين منكم إذا عنده حمار أو طور ألا يحله في السبت؟ فإذا المسيح كان بهمه النفس، نفس الإنسان. فهذه مظاهر التدين الخارجي حاربها، لأن هذا الرياء المتلون، هذا الرياء المبرقع اللي قال عنه المسيح مقتبسا إشعياء النبي: هذا الشعب يكرمني بشفتيه أما قلبه فمبتعد عني جدا. يعني الكلام من برا، من بكلامك تتبرر وبكلامك تدان. وهكذا المسيح حارب مظاهر التدين الخارجي بموضوع الأكلات وبموضوع الغسلات، لأنه كانوا بيغتسلوا بشكل فريضة معينة التقليد اليهودي وضعها. وهكذا طبعا مظاهر التدين الخارجي من الصوم والصلاة، الأعمال التي كانت تظهر للناس، مش مثل ما قال أبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية. وواحدة من خطايا الرياء هو الحكم على الآخرين. يعني بتتذكر صلاة الفريسي اللي قال: اللهم إني أشكرك لست مثل باقي الناس الخاطفين الظالمين الزنا، ولا مثل هذا العشار. وابتدى يعدد حسناته: أصوم وأصلي وإلى آخره. قال يسوع: خرج عن العشار الخاطئ، خرج ذاك مبررا دون ذاك. فإذا أحبائي، خطية الرياء هي مظاهر التدين الخارجي. في مرة جابوا امرأة أمسكت بذات الفعل وهي تزني، طب ليه ما جبتوا الرجل؟ وعم بحاولوا يحطوا إشكال وتجربة أمام يسوع يوقعوا يسوع. قال يسوع: من منكم بلا خطية فليرمها أولا بحجر. وفعلا فضح الرياء ومظاهر التدين الخارجي. قال يسوع: وهذه هي الدينونة، إن النور قد جاء إلى العالم وأحب الناس الظلم أكثر من النور لأن أعمالهم كانت شريرة. من الأصل من جوا القلب مظلم ومش عاوز يتغير. فشو اللي، كيف أنا بغطي هذه الظلمة؟ في شوية رياء، شوية مظاهر تدين، وأظهر عدم إيماني رغم أنه أمام الناس أنا أظهر متدين، لكن بالحقيقة أنا عندي عدم إيمان. ولا سيما ابن الله الرب يسوع المسيح شافوا أمور لم يروها من قبل، وأعمال لم يعملها أحد، وتعاليم شهدوا لها أنه يعلم ليس كالكتبة والفريسيين، لكنه يتكلم بسلطان. كلمات النعمة، خرجت كلمات النعمة من شفتيه. والمشكلة الثالثة والخطية الثالثة اللي حاربها يسوع المسيح هو عدم الإثمار. في بداية خدمة يوحنا المعمدان اللي جاء يجهز ويهيئ الطريق أمام يسوع المسيح، قال للمتدينين هذا الكلام: فاصنعوا أثمارا طليق بالتوبة. ثم قال عن مجيء المسيح: الآن قد وضعت الفأس على أصل الشجرة. وفي لوقا 13 المسيح تكلم عن مثل وشجرة التين، مكتوب: فأتى يطلب فيها ثمرا ولم يجد. فكان إشكال لأنه المسيح بحب الشخص المثمر، فأمي لم تصنع ثمرا. وقال المسيح: جئت لا لأدعو أبرارا للتوبة بل خطاة. يعني مش جاي مشان الأبرار. المفروض هؤلاء النوعية من الناس المتدينين أن يكونوا نور للأمم، لكن للأسف تحولوا إلى ظلمة. والمفروض أن يكونوا شهود للرب، فبدل ما يقودوا الناس للرب
أبعدوهم عن الرب. عميان قادة عميان كما قال يسوع، يعني اسمعوا أقوالهم ولا تفعلوا أفعالهم. طبعا يعني كان المجموعة من اليهود كان عندهم غيرة وحسد ضد يسوع المسيح وضد شعبيته، لكن المسيح حارب هذه الخطايا اللي هي سواء كانت في أيامه إلى يومنا هذا، هي هذه الثلاث خطايا الشنيعة الفظيعة، الخطايا الكبيرة: عدم الإيمان، خطية الرياء، وخطية عدم الإثمار. قال يسوع للتلاميذ: ليس أنتم اخترتموني، بل أنا اخترتكم وأقمتكم لتذهبوا وتأتوا بثمر كثير ويدوم ثمركم، عندها تطلبون ما تريدون فيكون لكم، لكي يعطيكم الآب كل ما طلبتم باسمي. حتى يعني في الأسبوع الأخير المسيح شاف شجر التين، ورق جميل كان بينتظر أن يكون عليها الثمر، لكن للأسف لم تكن مثمرة. وهكذا ذهب إلى الهيكل ونظف الهيكل من لصوص الهيكل وتجار دين الهيكل، وقال: بيتي بيت الصلاة يدعى لجميع الشعوب، وأنتم جعلتموه مغارة لصوص. ما أكثر في هذه الأيام تجار الدين، واللي بتستخدم الدين لمصلحتها الشخصية، واللي بتخدم مش لأنه من دعوة ومن محبة ومن غيرة وشغف على مجد الرب. كتير ناس بتفكر إنه هذه الخدمة فيها مصلحة، فيها اعتبار، فيها إكرام معين، لكن المسيح تكلم عكس هذا الشيء. المسيح دايما يتعامل مع الإيمان، والمسيح دايما يتعامل مع الاستقامة مش مع الرياء، والمسيح دايما بيتعامل مع الشخص المثمر. فأي نوعية من الناس أنت؟ لو بتسأل نفسك اليوم، هل أنت شخص مثمر؟ هل بتعيش حياة الرياء؟ وهل عندك إيمان بيسوع المسيح؟ مكتوب: لأنك إن اعترفت بفمك بالرب يسوع وآمنت بقلبك أن الله أقامه من الأموات خلصت، لأن القلب يؤمن به للبر والفم يعترف به للخلاص. فإذا أوعك تسمع كلمات الدينونة من يسوع: أبعد عني لا أعرفكم. ليس كل من يقول يا رب يا رب يدخل ملكوت السماوات. هذه الأمور اللي فعلا حاربها يسوع: عدم الإيمان، الرياء، وعدم الإثمار. صلي اليوم أنك تكون شخص نافع للملكوت، مثمر لمجد الرب، تعيش حياة الشفافية والاستقامة، وتكون مؤمن بالرب يسوع المسيح. إذا أعجبك هذا التأمل شارك آخرين، وبحب أسمع إذا عندك سؤال أو تعليق. ربنا يباركك.